وأخيرا وصلنا مدينة يزد، واحدة من أهم وأبرز المدن في الرود تريب مالنا اللي في إيران، ويقال أنها ثاني أقدم مدينة مأهولة بالسكان بالعالم تقريبا 4000 سنة. يزد مدينة صعبة الوصول لوجودها في نص إيران، لكنها تعتبر واحدة من أبرز المدن الإيرانية والمجهولة عربيا. تمتاز بطابعها المعماري الفارسي الأصلي، وكذلك وجود عدد كبير من الزردشت ساكنين في يزد. أنا محمد بلوشي، وأنا في رود تريب أزور خلالها إلى أبرز المدن الإيرانية، ورابع وجهة لي مدينة يزد. وصلتها من مدينة شيراز، استغرقت الرحلة تقريبا 4 ساعات. بس قبل لا أبدأ، إذا عجبك المحتوى سوي لايك شير وسبسكرايب. وصلنا يزد. أوه زور خونة أخيرا. طبعا أول ما وصلنا مدينة يزد على طول رحنا حق الزرخونة، وهي أحد الرياضات المشهورة القديمة في إيران. بكل مدينة تقدر تحصل أكثر من نادي يسوي هذا الرياض. وصلنا مركز المدينة، بما ان احنا وصلنا متأخرين فالاجواء كانت وايد هادية. بعدين رحنا الى الفندق. الفندق عبارة عن واحد من القصور القديمة، تحول بسبب السياحة الى احد الفنادق المشهورة في مدينة يزد، واللي استغربت منه عدد السياح الاوروبيين والاسيويين الكبير بشكل خاص بالفندق وبشكل عام بمدينة يزد كلها. أبرز معلمين في يزد المسجد الجامع والبازار القديم اللي صار له فوق 400 سنة. وصلنا إلى الأبراج الصامتة، وهو المكان المهم لدى الديانة الزردشتية، والمكان اللي يدفنون فيه موتاهم. راح نصعد فوق، هذا يسمونه سايلنت تاور. قبل الزردشتيين يبون جثثهم يحطونها فوق عشان تاكلها الطيور. في طير معين دائما هو ياكل الجثث، بين يبون العظم يحطونه بأحد المدافن هذه. هذا تاور ثاني، لازم نصعد فوق. قبل ايام الزردشتيين لغاية 50 سنة قبل يحطون جثث هني، تجيل الطيور طبعا تاكل الجثث والعظم اللي يبقى، يعني يون يمسحون العظم يقطونه بالحفرة هذه. الحين الزردشتيين ما قاموا يسوون شيء، قاموا يدفنون جثثهم ناس مسلمين مقابر. طبعا يزد بروحها في 25,000 زردشتي. الإيرانيين يسمونها مدينة الأبراج الهوائية، لأن وجود العديد من الأبراج الهوائية اللي تعمل عمل المكيف ويبرد البيوت اللي موجودة داخل يزد، لأنها وايد حارة بالصيف. نحن قاعد نتمشى في Old Town of يزد، يزد القديمة. هذا موقع كله يونسكو سايت هيرتج، كله محمي من يونسكو.
تعتبر يزد يمكن ثاني أقدم مدينة بالعالم، ثاني أقدم تاون مأهولة، يعني 4000 سنة الناس الحين عايشين فيها. شوف المكانات كلها حلو، وايد حلو. حتور القايد بتورينا واحد من الفنادق الحلوة اللي تقول مرة ثانية بتيون قاعد فيها. هذا واحد من البيوت القديمة في يزد، يرجع عمره أكثر من 500 سنة، ولكن بسبب الإقبال السياحي عليه تحول إلى واحد من الفنادق أو النزل المشهورة في مدينة يزد. أنصح أي شخص يروح يزد لازم يجرب هذه البيوت القديمة، لأن تجربة أصلية ورخيص بالسعر وموجود بنص المدينة القديمة. الحين احنا بطريقنا الى البازار القديم اللي صار تقريبا 600 سنة، واللي لاحظت ان اغلب الشوارع والممرات والازقة وايد وايد نظيفة، لكن بعد ما وصلنا البازار اكتشفنا انه مسكر، لان يوم الجمعة يكون مسكر. مدينة يزد تسمى مدينة الدراجات الهوائية في إيران، لأنها أكثر مدينة فيها دراجات هوائية بالنسبة إلى عدد السكان، وذلك بسبب الأزقة الضيقة اللي ما تقدر تدش فيها السيارات، وذلك السكان استخدموا الدراجات كوسيلة للتنقل بالمدينة. تخيلوا أن هذه المدينة القديمة ما صار فيها أي شيء جديد باستثناء دخول الكهرباء عليها، يعني نفس المباني، نفس الشوارع، نفس الأزقة، كل شيء قبل آلاف سنين. هذه نموذج للمدينة الإسلامية القديمة، نفس المساجد ونفس المباني، وهذا الشيء بالتحديد خلى أغلب الأجانب والأسيويين يجون للمدينة هذه بالرغم من صعوبة الوصول لها. الحين طريقنا الى المسجد الجامع، نقدر نشوف المنارتين المشهورين للمسجد. مثل ما تلاحظون اغلب البيوت مبنية من المد او الطين مع القش، وهذا نظام البناء اللي تبع فيه فارس القديمة. من ميزات المرشد السياحي انه يوديك اماكن لا يمكن سائح العادي ندشها، ودتنا واحدة من المقاهي اللي لها اطلالة جميلة على كل يزد. ومثل ما تلاحظون ابراج الهواء تغطي كل اللاندسكيب اللي في يزد، وذلك لانها وايد حارة بالصيف، ابراج الهواء تعمل عمل المكيف وتبرد على البيوت. بالإضافة إلى أغلب البيوت فيها حوش داخلي، وداخل الحوش ضروري يكون فيه بير للماي، لأن الماي جدا شهيه في المدينة. والحين يا دور المسجد الجامع، واحد من أهم المعالم اللي موجودة في يزد، والمسجد جدا جدا قديم، تم بناءه تقريبا خلال الأسرة البويهية، وإعادة بناءه عام 1324، ويقال أن تم بناء منارتين خلال الأسرة الصفوية، تقريبا ارتفاع منارتين 52 متر. هذه من أعلى المنارات اللي موجودة في إيران القديمة. أبراج الطيور واحدة من أهم وأجمل المعالم اللي موجودة بيزد، تقريبا بدأت قبل 600 سنة، وبسبب قدمهم وجمالهم قرر اليونسكو يكون تحت حمايته، وكل سنة يعطي الحكومة الإيرانية مبلغ معين للحفاظ على هذا المعلم الفريد اللي ممكن يضم 5000 طير زاجل.
وصلنا الحين إلى مدينة ميبود، تعتبر واحدة من أقدم المدن في يزد، تقريبا أقدم من يزد، ولكن خسرت اللقب بسبب هجرة الناس من مدينة ميبود. وهم معلم في ميبود هو القصر اللي تهدم بعد إنشاء الأسرة البهلوية إلى طريق قريب من القصر. وصلنا لحق ميبود، تونا طالعين من سيتيدال، قبلها كنا في يزد. يقولون ان هذه اقدم من يزد، صار لها 6000 سنة، فقاعد الحين يرمونها الايرانيين عشان يسجلونها باليونسكو. هذا سيتيدال، او يعني ناس حصن كان يطلع المدينة. هذا كله أليز بين البيوت، وايد حلوين كان، وكل هالبيوت هذه من المد، كلها أدوبي، يعني إذا حطيت يعني إذا رشيت عليه ماي ممكن الطين يسيح. تخيل هذه المدينة كانت مهولة بسكان قبل آلاف سنين، إلى فترة بسيطة تقريبا 40-50 سنة اطلعوا منها سكان بسبب النهضة المعمارية اللي صاحبت الثروة النفطية. المكان وايد حلو، واللي حلو فيه ان الطراز المعماري الفارسي القديم للحين متمسكين فيه، اغلب البنيان هو عن طريق الطين مع القش. الحين الحكومة الايرانية تحاول ان ترمم المدينة هذه وتسجلها تحت اليونسكو، لان بذلك راح تصير فيها نهضة سياحية كبيرة وتدر عليها ملايين دولارات، غير ان اليونسكو يعطيها مبلغ سنوي لكي تحافظ على هذا الطراز المعماري الفارسي القديم وما تغير فيه اي شيء ثاني. وبكذي خلص زيارتي الى مدينة يزد، واحدة من اجمل المدن خلال الرود تريب مالي. واذا عجبك الموضوع لا تتردد تسوي شير لايك وسبسكرايب، وشكرا لمشاهدتك.